انا اللي مربياكي وفهماكي وحافظاكي صم، وعارفه ومتاكده ان نيتك كانت خير، بس في الاخر النتيجه كانت ايه يا فاطمه؟ وانا كنت هعرف منين ان هو هيعمل كده؟ بعدين انا حتى مش فاهمه هو عمل كده ليه. هيكون ليه؟ عشان يوقع ما بينكم طبعا. بالظبط، هو ده اللي انا بقوله. طب معلش ما تشغليش بالك بالموضوع، انا هتصرف. صباح الخير. اهلا اهلا، صباح الفل يا عبير. عامله ايه يا طنطا؟ ايه يا بنتي، اسبوع مره واحده ما اشوفكيش، ما بتجيش ليه؟ حقك عليا والله، انا بس مامتي كانت تعبانه شويه الفتره اللي فاتت فكان لازم اقعد جنبها. ليه؟ مالها ماما بعد الشر الف سلام، وازاي ما تكلمينيش تقولي لي؟ ما يعني ما حبيتش ازعج حضرتك. يا بنتي انتي ما بتزهقيش من الاسطوانه دي؟ كم مره اقول لك انك زيك زي منار وامينه بالظبط؟ ان شاء الله هعدي عليها النهارده. انا بجد مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش حاجه. طب يلا احنا بينا قومي عشان نخرج. منار انتي مش كنتي رايحه تشتري لبس النهارده؟ انا ايوه انا قلت كده. فرصه حلوه بقى تاخدي عبير معاكي. ماشي حلو، اتفقنا. يلا بينا قومي. يلا حبيبتي. باي باي حبيبتي. زي ما هتجيبي روحك تجيبي لها واكتر شويه. ماشي اتفقنا. والله مجي زي والله يا متر. هي فايزه موافقه، واخواتي لو ضغطت عليهم هيوافقوا، بس انا قلت امشيها بالتراضي. طب ما اتكلم فاطمه، ولا انت خايف منها؟ لا انا اخاف ليه؟ ده حقي. ايوه انت موقفك قانوني 100%، يعني ممكن تدير الشركه معاك. يعني انت شايف ان هي ممكن ما يبقاش عندها مانع؟ بقول لك يا متر ما تفتحها انت في الموضوع ده. بقول لك ايه، دي امور عائليه، ما تدخلنيش وسطيكم. صح، انت بتتكلم صح. بالمناسبة أنا كنت ناوي أكلمك، عايز أعرف عملت إيه في موضوع الفلوس المزورة. والله يا متر مفيش أي حاجة جديدة. المحضر اتحفظ زي ما أنت عارف، والواد اللي الكاميرات صورته وهو بيبدل الفلوس في عربيتي لسه الحكومة بتدور عليه. بس أنا مش ههدى ولا هيرتاح لي بال غير لما أعرف مين اللي ورا الواد ده. خليني أنا كمان أحاول أوصل له، أنا عندي شوية علاقات وألف مين يتمنى يخدمني. هشوف هوصل لإيه. فايزة يا أصلي. الحركات اللي بتطلع منك دي عاملها صرف صحي في أي حتة بعيد. لكن بناتي وبيتي خط أحمر. مفهوم الكلام؟ أنت صدقت نفسك يا جابر؟ دول بنات أختي فادية الله يرحمها. وأنت حيالله جوز خالتهم. يعني أنا ليا فيهم أكتر منك. لو بتحبيهم بحق وليكي فيهم مش هتعملي أنت وابنك الحيلة كده. مش هتخليه يحرق في قلبهم ويولع بينهم نار. لمي خراطيم السم اللي بترشيها على الخلق. صدق حسك اللي اتقطع وحشني من ساعة ما اتجوزت الست. لا، لو انت بترش سم انا برش نار. انسانك يحترم نفسه. انا هفضل المعلم جابر، والست دي مراتي وتاج راسي، الاصيلة بنت الاصلي، مش زي الستات الضرب. أنا فاتك مع فاطمة حلوة بعيد عن البيت. واضح فعلا إنك صدقت إنك أبوها، عشان كده جاي تحاملها. الاتنين أنا زي أبوهم بالظبط. بنات فادية اتربوا مع ميادة، مفيش فرق بينهم. أنا المرة دي حذرتك. بلاش تعاديني أنت وابنك يا فايزة. تكلمنيش في الموضوع ده تاني يا بيجو، ودينا مستورين والحمد لله. يا ستي الحمد لله ما قلناش حاجه، بس عاجبك يعني حته الكوافير التعبانه اللي عندك ده؟ يا بت يا بت فاطمه بتحبك وبتخيرك، يا اما تفتح لك البيوتي سنتر يا اما تروحي تشتغلي معاها، بس انت اللي فقريه. يعني يا رب يوم مناسب من الاصلي، انا اسم الفرع الفقير. يا اخويا احمد ربنا ان انا رضيت بيك، وبعدين المحل اللي بتقول عليك احيان ده في عيني قصري يا بيجو، عارف ليه؟ عشان انا عاملاه من تعبي ومن شقايا، وبكره ان شاء الله لما ربنا يكرمني ابقى اتوسع. يا بنت ما ربنا موسعها، انت اللي مضايقاها. والنعمه لو ما بطلت كلام في الموضوع ده لاكون سايبه لك البيت وماشيه يا بيجو. هو فين الملح؟ قدامك اهو. ايوه، وتروحي عند فاطمه زعلانه ومقموصه واجر حد عندك عشان اصالحك والفيلم الهندي ده، صح؟ طب والنبي ما انا طفحه لقمه. خلاص بقى خلاص بقى يا سوسو، اهدي. ما بقاش طبعك حامي كده.
معلش انا لساني بيهفلط بالكلام، ولما بيهفلط كده مبقاش عارف انا بقول ايه. يا المايه دي مش ساقعه ليه؟ ما تقوم تجيب من التلاجة. اوعى بقى كده من قدامي وسيبني في حالي. مش هوعى. بقول لك ايه، لو ما وقعتش من قدامي هسيب لك البيت وامشي يا بيشو. اهدي بقى زوز، بلاش جنان. الله جنان؟ ولما انا كنت مجنونه كنت اتجوزتني ليه يا سي بيشو؟ اتخبطت في نافوخي وغلطت وعملتها. ها غلطت؟ لا، صلح غلطتك احنا فيها. طلقني. مش هطلقك، ويلا بنت من هنا. انا اللي عملت كده في نفسي. والله ما انا واكل. ها كل يوم من فراخ. على فكره اخواتي كلهم اتصلوا وسالوا عليك، بيقول لك يعني ما تزعلش، هم اكيد هيجوا لك قبل العمليه ان شاء الله. انت اكيد عارف بقى مشاغل الكل. يعني عارف يا حبيبتي، انا بس مشكلتي سلمى من ساعه ما انا تعبت وهي قاعده جنبي وما بتروحش المدرسه. هو انا ليا اغلى منك يا بابي؟ فداك السنه كلها. ايوه انت طبعا مش عايزه تروح المدرسه، واخداني حجه مش كده؟ دي مامي. أنا يا ماما. جرايه يا سلمى. هو احنا عشان سايبينك براحتك تنسي ان عندك بابا وماما؟ لا طبعا يا بابي، بس بابا انور. على الاقل في مره قلت ما حدش يتقال لبابا غيري. حصل. عامة انا هتصرف. اوكي باي. بابي بيسلم عليك. مبسوطة؟ السلام عليكم. من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. هو ينفع جوزي بعد ما يطلقني يتجوز أختي؟ إذا طلق الرجل زوجته لا مانع شرعا من الزواج من أختها، لكن يجب مراعاة مسألة الأثر النفسي في الأسرة. يعني ينفع؟ أصل أنا كنت فاكرة إن الجمع بين الأختين هو المحرم، لكن يجوز الزواج من أخت الزوجة في حال الطلاق أو الوفاة. صح يا حبيبتي؟ هي يا بابا اتفضل.